الأضواء والشهرة جمعت أكثر من ثنائي من مختلف المجالات مثل السياسة، الفن، الإعلام، التمثيل، الجمال وعرض الأزياء تحت راية الحب وتم النصيب. زفوا العروس زفوا على الوريد مشوا وحياتي موت فيه، هو قلبي، هو كل شيء لإلي. كيف يعبر لك عن حبه؟ بطريقته، بهضامته، بكرمه، بطريقته. ألا سليمان. ألا سليمان. وقتها كان أول لقاء وتعارف مع الإعلاميات والإعلاميين الموجودين، يعني كان يصير هيك أحاديث أو أعطيهم أحاديث، فمن وقتها بلشت العلاقة. وقع الحنب، بلشت نظرة وأعجاب. شو كان دورك بنجاح عاصي؟ أنا كان دوري يعني بحياته كان دور مهم، يعني كنت حده بكل شيء، كنت معه. أنا فهمت شو حياته، يعني أنا بعرف شو حياة النجومية، بعرف شو النجم. في نزوات بحياة النجوم، سمحتي على نزوات مر فيها؟ لا ما بعرف، بس إذا عامل شيء بسمي. طوني أبو جودي، تزوجت كارلا وهي مذيعة تأس. أوكي؟ لو تجوزتها وهي مذيعة أخبار كنت انغرمت فيها أكثر؟ لا، انت حبيتها لانه بتزيها خلاص. كثير مبسوطه، خاصه انه I made the right choice، ومبسوطه ومرتاحه انه جورج. انا ما في احكي زي حكي، ضل ما في احكي. اكيد العلاقه كثير حلوه، وان شاء الله مثل ما بقولوا الله يبعد العيون ويعطينا ايام حلوه. أكثر من ثنائي كانت أخبارهم محط أنظار الإعلام وتفاعل الجمهور، وصارت قصصهم على كل لسان. كنت كتير غار، بعترف أنه كنت غار، يعني أوقات يضحكوا علي مثلا في سفرة كنا مسافرين مع جروب وعم نقدم عمل فني برا، أحد الممثلين قال لي ولو شيلي عينك عنه شوي. احنا بعدنا عايشين بذات البيت، وباكد لكم ما شايفيني مهسترة. بقى بعدنا عايشين بذات البيت، وشوفوا فرحتي عقراتي. علاقتنا كتير، يعني هيدا الشيء بيأكد للكل انه في دخان بلا نار بالوسط. لا لا، علاقتنا كتير منيحة. اول شيء كنت بدي اقول لك انه ما كنا، لما تجوزته ما كان وسيم، حتى هلا بلش اعطى الهم. لا، زاد جمال من بعد ما تجوزك. زاد نضج، زاد نضج. وبوقت كتار من المشاهير حافظوا على علاقتهم وارتباطهم، البعض ما قدروا يكفوا مع بعض وكان قرار الانفصال. من أول دخوله أكلنا عين شمعة طوله، حتى وصلنا بعد تقريباً 11 سنة وما عدنا قدرنا كفينا. بس على القليلة أنا بقول صحيح ما كفينا، بس عشنا فترة كتير حلوة سوا. نحن بعدنا على علاقة كتير جيدة، نحن تركنا اللي يمكن الشق اللي ما كنا كتير نافعين فيه أو جيدين فيه، بس بعدنا بالحياة منكمل. مين مش نافع انت؟ يمكن انا، يمكن اثنيننا، انا يمكن علي المسؤولية الاكبر. ما بحب فوت بهاللعبة. انا ببلك الزواج بولا، ليك هي مؤسسة ما في شك صعبة كتير، فشلتي. وانا بقول لك اذا بدي يكون مع حدا بارتباط عن جد يكون سوبرمان. الحب والحنان، بحس انه جوزي ما بحبني، بحبني بطريقة بخاف علي، اكيد بحبني بس منه مغروم فيي. الأضواء رح تظل مسلطة على المشاهير، سواء ضلوا كثنائي أو رجعوا افترقوا، خاصة وأنه صاروا عم يشاركوا الإعلام ومتابعينهم بتفاصيل حياتهم الخاصة. الإعلامي الدكتور كريستيان أوسي، مساء الخير. مساء الخير. الإعلامي النجمي الزميلي نعمت عزوري، أوسي مساء الخير. مساء الخير توني. يعني وجهين من وجوه الشاشه اللبنانيه والعربيه، عم بيقولوا لي الشباب مضواين. نعم. الله يخليك. على الاصفر. على الاصفر. نعم. اعطيني شيء انا كمان. انا مضواي. ف بالفعل وجهين يمكن من الوجوه اللي انطبعت عبر شاشه تلفزيون لبنان، يعني من الزمن الاعلامي الجميل اللي بنتذكره من تلفزيون لبنان. كيف قررتي ترتبطي بكريستيان؟
كريستيان تعرفت عليه وأنا بعدني بالجامعة، سمعت باسمه إنه هالشاب الطموح اللي بيشتغل كتير، وبذكر دايما أنا بالخير الأستاذ راجح حوري، موجه له تحية، يقول طبعًا ما رح تكونوا كريستيان قوسي، قول منو هالسوبرمان كل شوي بيعطونا مثل إنه هو الشغيل الطموح اللي نضيف اسمه يلي الإعلام أخده كرسالة، أخده كمهنة فيها رقي، فيها كتير من الكرامة، عكس ما كان بكل زمن سائد إنه تشوف أشخاص بلشوا وانحرفوا عن الأساس. كل زمن منحرفين. أكيد. كنت عم بسأل شو جمع كلمة ثنائي. هيني ثنائي 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 ثنائي. أنا قلت هلأ بستعين فيكم. ما في، ما هو الثنائي ثنائي. ثنائي ثنائي. طبعًا. ليش بدك تعمل جمع للثنائي؟ خليهم ثنائي ثنائي. ثنائي ثنائي. بقى هيك بلشت القصة واشتغلنا سوا بالتلفزيون. كريستيان بأول فترات كتير ساعدني. مين حركش بالتاني قبل؟ هو أنا بلشت بنشرة. لا بعترف بعترف. بنشرة التنتين ونص اللي هي النشرة نشرة الظهيرة كانوا يسموها سائلة، لأنه من المقرات ما عنا كل شيء خالص وكله بده ركض. أنا أقعد بعدني جديد نازلة من ربط فقرات وعم بعمل إعلام وسيانس بوليتيك وشايف الدنيا كلها أنه أنا كتير أبو ربا. أقعد كريستيان قالوا نعمت عندك هيك عندك هيك، يعطيني كل الأخبار تقريبا ويعطيني الأتاك مقدمة النشرة، فاعتبر انه هيدي وظيفته، ميرسي ثانك يو باي باي يلا بشوفك بكره نسكر. لا نهار وصلت بيير غاني عم بيشتغل، قلت له ليش عم تشتغل هالقد؟ هلا كريستيان بيجي بيعطينا. قال لي ما رح يعطينا. خليل فليحان كان عندنا كمان، وجه له تحيه. طبعا طبعا. جو زمات كان بده يعطينا، طلع كريستيان بيعطينا ما تبس. عمل وكالة أنباء لمصلحة نعمة. صح بس نعمة تتأخرت لفهمي. لا بس لما نفهمت قلت له بليز ما بدي تساعدني. قال لي طيب مثل ما بدك. تاني نهار أكلت صرت أكل أصابع إيدي، قلت يا دلي يا ريرجي يرجع. كيف تحشرت بنعمة وكيف صرحتها؟ شوف يعني خليت ما كنت متسرع بعملية الاقتحام على حياتها لنعمة. مثل ما قلت لك تحشرت أول شيء من خلال المهنة، وبعدين كان عندهم جروب هني عاملينه بيطلعوا سوا وبينبسطوا سوا وبيتغدوا سوا، دخلت على الجروب كمان وشيئا فشيئا يعني بالنتيجة خليتها يعني تحس بالنتيجة. يعني هيدا زمن مثل ما قلنا زمن الجميل بتلفزيون لبنان، يعني صح. كنت عايش بين جميلات تلفزيون مزبوط لبنان. يعني مزبوط. بين جميلات الشاشة اللبنانية ما بخفي عنك. ليش تنعمت بس هي اللي ضوت لك؟ وانتبه هي ضوت البروجيكتور مشي، بس لما فت أنا على هالجو اللي أنت عم تحكي عنه مزبوط كان في يعني خلينا نسميه أنف بارانتيز، مجموعة كبيرة من الإغراءات بتغري يعني إنه صبايا وجميلات وبيطلعوا على الشاشة، بس سبحان الله القلب بيهتف بس لنجم واحد وهذا اللي صار. طيب شو سلبيات وإيجابيات إنه اثنين يتجوزوا بعضهم بيكونوا بيشتغلوا مع بعضهم؟ يعني بيشوفوا بعضهم بالبيت، بيشوفوا بعضهم بالشغل كل النهار على مدى 24 ساعة، شو سلبيات وشو إيجابيات هيدا الموضوع نعمة؟ إذا بدنا نبلش بالإيجابيات اللي هي أساس لعلاقة ناجحة بين اثنين بيشتغلوا بنفس المهنة، أنا بشوف أنه كريستيان كل حياتي أنا بمهنتي كان السند لإلي، وكان الوحيد اللي يفهم الشجون والهموم اللي كنت أنا أحملها من هالمهنة، لأنه هو عايشها. يعني لو أنا كان نصيبي بهالحياة طبيب أو مهندس أو استاذ جامعي مثل ما هلأ أنا كنت يمكن بتشارك معه بتكون أسهل الحياة، بس صعب كتير نحن مهنتنا يلي أحد وأعياد وليالي والحدث بيندهنا ونكون موجودين وعنا أطفال بين إيدينا عم نربيهم ونحن كتير مصرين على العائلة. قد كان يغار عليك ضمن الشغل من الزملاء؟ يعني قد كان تحسي أنه يعني يخلق لك نوع من الضغط النفسي إذا حدا من الزملاء قعد معك أبدأ إعجابه فيك؟ توني مش لأنه نحن تحت الضوء أو نجمات الناس تعجب فينا أو بتسيرنا أكتر أو بتتعدى حدودها أو بتغامر، لا أنا يعني كتير مؤمنة بأنه الست هي اللي بتخلي الرجال يغار، بمعنى أنه أنا في أشخاص كتير بحبوا كتير أنه يسيروا يمكن بنظرة وحدة أو بطريقة
كتير فيها من الأنوثة ومن النعومة، مش ضروري يعني بالأساوي وبالعصا، بيفهم الشخص بأنه لعند هون وبس. وهيدا كريستيان بفتكر كان كيف بدي افسر لك، اللي خلاه يرتاح اكثر واللي خلاه يوثق اكثر بانه نعمت ما بينغار عليها الغيره العمياء انتر بارانتيز الغيره المرضيه، هي هالتصرف هيدا يلي مش بس لاني مذيعه او لاني اعلاميه او لاني نجمه مثل ما بيقولوا، ما بعرف انا النجوميه صار لها نكهه ثانيه يعني بخاف منها، مش لانه هيك، لا انا بالنسبه لي الست هي بتخلي الشخص. انا عندي تعليق صغير توني هون، أنا بقول إنه يمكن نحن بحكم مهنتنا والواقع اللي كنا فيه، كنا اثنيننا مثل ما مرق بالروبورتاج كتير من زملاء غيرنا كمان واقعين تحت يعني تحت وطأة التجربة أكثر من غيرنا. شو قصدي بالكلام؟ قصدي بالكلام إنه لأنه كنا عم نشتغل بالإعلام، وطبعا التلفزيون هو مدخل للشهرة، والشهرة إنارة وأضوية ومعرفة بالمجتمع، وهيدا الشيء أنا بقول كتر خير ربنا عطينا المناعة وعطينا العقل الكافي وعطينا القدرة أنه نحن نقدر نتغلب على هالألوسيناسيون اللي بتعملها الشهرة بعقول الناس. وللأسف مش عند كل الكوبليت هيت بتوفر، مش عند كل الثنائيات مثل ما أنت قلت بتوفر، مش هناك بتشوف أنه في كتير حياة كانت يعني حياة شراكة وسقطت بالتجربة وانفصلت، لأنه الضوء هيدا اللي حاطينه بالستوديو هيدا بيعمي، هيدا بيطلع البخار على الراس الشهرة، هيدا بتقول بيعمل هلوسة. فأنا بقول نحن أنا بقول كتر خير ربنا عطينا القدرة أنه نكون منيعين أمام هالوهج الكبير اللي بتشكله الشهرة، لبل بالعكس انطلقنا منه لحتى شكلنا عائلة متراصة وعائلة. شو عندكم عائلة اسم الله اليوم؟ شابين. شابين لا الله. في حدا بالإعلام منهم ولا صغار؟ لا 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 الكبير لا الكبير هلا بأمريكا عم يخلص MBA، والتاني عم بيعمل هلأ تاني سنة جامعة عنده بعد سنة بيخلص. مين بيذكرك بنعمة اليوم من مذيعات الأخبار على الشاشة اللبنانية؟ شوف هني هلأ حاليا الجروب كله اللي كان على التلفزيون رجع جمع حاله بإطار صداقات معينة وبيطلعوا بيعملوا صورتيات بنطلع سوا. بقى بتتذكر عن جد توني بتشوف أنه التلفزيون ظلم، انظلم التلفزيون لبنان طبعا ظلم، واللي ظلمه ما حدا غريب يعني اهل الدار، الدوله ظلمته صحيح. وعملت قانون اعلام مرئي ومسموع حطمت فيه القدره الكنز الكبير اللي اسمه تلفزيون لبنان والطاقات الكبيره، وتوزع الاعلام اليوم المرئي على. بس اليوم لما تكون عم تحضر اخبار عبر تلفزيونات لبنان، التلفزيونات الثانيه مين بتحس انه بذكرك بنعم؟ ما بدي بين انه انا كثير يعني متعالي ومتشوف، للأسف بقول لك لا. مين بيذكرك بحالك؟ مع العلم يعني بدي حط كمان نقطة كتير مهمة، إنه كريستيان نعمت اللي بتشوفوها واللي عندها علامات جيدة وممتازة عندكم كتير أوقات بتكون أخدي علامة كتير متدنية لأنه قاسي كتير، وهيدا جزء من إذا كان في نجاح. دايما بحكي عن النجاح مع خوف، لأن إحنا دايما بهالمهنة تلاميذ وكل يوم عندنا درس من عم نتعلمه. انت بتعتبري افضل مذيعه اخبار على الشاشات اليوم؟ ما بدي ادخل بالاسامي لانه لا، عم نحكي كافضل مذيعه اخبار، مش عم بنقول يعني بتحسي انه بترتاحي لما في اشخاص في صبايا واعدين عم شوفهم، ما بدي سمي مشان ما احرج، لا ما بدي اقول انه كلهم منهم منيح، بس الاغلبيه وهي حكيتها وصار في عتب على اللي حكيته. نعم. انا خارج المسابقه خارج الحلبه، يعني انا لما بدي احكي هلا بكون بحريه اكثر، انا لما اكون على الهواء لما بحكي مزبوط. كلامي بينفهم بطريقه ثانيه. طيب العمر له يعني نحن اليوم بنلعب بعامل السن بلبنان، يعني بحسوا اذا الست شوي كبرت نتفه بس السن عم نحكي عن السن، ما هو كله بيلحق بعضه بحسوا انه خلص كبرت خلينا نشيلها عن الشاشه. أنا بالوقت طبعا بنشوف برا يعني طبعاً. كل ما تتقدم يعني كل ما يصير يعني الكريديبيليتي الموجوده عند الست مزبوط اللي عمرها هلا 30 سنه مثلي مثلا وخاصه بقطاع الاخبار طبعا خاصه بقطاع الاخبار لانه بده مصداقيه وبده نضج وبده قدره على التعامل. يعني انا بعدني بتذكر ايام يعني بمسيها بالخير بنوجه لها تحيه ماي متى مثلا، يعني لما كانت تقدم نشره الاخبار صحيح اي يعني
فجأة بيجوا بيقولوا لك انه لا خلص اخبار كل شو غلط، بيجيبوا لك هيك بنت مثل ما بيقولوا بين ليلين فرفوره صغيره مثلا تقدم يعني يولا سليمان ماشي. انا عم بحكي مع ناس انا انا عايشته هيدا وقتك دولي. الزمن الجميل كله هيدا للاسف يعني للاسف عم بتطيح فيه نوع من خلينا نسميه النظريات الاعلاميه الخاصه فينا يلي بكل العالم غير معمول فيها. انتبه يعني اليوم في خبر قريته انه ملكات جمال عم بيتمرنوا يطلعوا يذيعوا اخبار. هاي قريتها انا وبالفعل يعني هيك استوقفني. يمكن تكون جيده ودارسه اعلام يعني مش ضد، بس ليك التوجه يعني وين راح صار. يعني بدي اقول لك شغله، الجمال والعمر هن ان بلس بتحملوا مذيعه الاخبار. انا اذا طلعت مني تعبانه، اذا طلعت بعمر صغير ممكن اعطي اضافه، بس الاساس بهالشاشه ورا نشره الاخبار هي نضوج، مصداقيه، هي حضور، هي كاريزما، هي او بتكون او ما بتكون. في كتير اشخاص مرقوا ما كانوا حلوات، عم بحكي عن البنات، واثبتوا انه احسن من اي حلوه. يعني من اهم المذيعات اللي مرقوا بتاريخ لبنان وتلفزيون لبنان سونيا بيروتي مثلا. يعني مثلاً. انا ما بدي اسمي، لا انا بسمي لانه نفتخر مثلاً. اوبرا وينفري اوبرا من يعني بما انا بعيده عنه وما رح تطلنا بانتقاد. انا ست حلوه بكل تواضع، مش الجمال اللي خلاني اكون ناجحه بين الناس ابدا، ولو اتكلت على جمالي انا كنت تحت الارض. لازم يعرفوا بانه الجمال هو اضافه حلو. جدا توني بس بدي الفت نظرك على شغله صغيره. انا في عندي مثل من ايام الجامعه كنت على طول يعني اهتم فيها الشخص رح اقول لك منو، وكان مثلي عن جد بالعمل الاعلامي. اهم مذيع كان على الاي بي سي بامريكا اسمه بيتر جينينجز، بعد لهلا ما اجى مثله. كان رجل قطع السبعين وكان يقدم نشره الاخبار وكان يلقط كل امريكا. كان يلقط كل امريكا صحيح. لا بدي اقول لك انه مش العمر، بالعكس العمر أبداً. العمر هو ادد فاليو لنشر. بما انه عم نحكي عن العمر انا بدي اتشكركم كثير. شكرا لك شاركتوني بهالحلقه. حقيقه مفاجاه كانت لنا حضورنا.